انفصلت جر صوتك بالغناوي ما تبى منا على الحق وهو صيح الفخر والكرة والبشت الحساوي والدلالة تفوح كيف الشبلية نعرف اللي على الطيب افترى نعرف مطانيخ العرب وبخيتها قد جاء عزاوينا وهب بصيتها يدري بها العيال وجرح ما فرى هذي طرايعنا ولا معنى خشرة تعرف دلايلها ولا ضهتها مضربنا ما هو على حد الثرى نكحى العيون القوم قبل الميتها نخزي عيون الغبن وعيون الزرى ولها منا واشكان في تمقيتها